طبعا نتحدث عن التوجيهات الإصلاحية التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم، والتي اعتبرها المتظاهرون مرحلة أولية لتنفيذ مطالبهم، وانتشر على أثرها وسم انقلاب العبادي ودعوات على تويتر وفيسبوك لحماية رئيس الوزراء. التظاهرات التي نفذها الناشطون كانت على مدى أيام يعني شكلت عنوانا رئيسيا على تويتر، أيضا احتجاجا طبعا على الفساد المستشري في الدوائر الحكومية حسب قول الناشطين وغياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء. ووصلت التظاهرات إلى 7 محافظات عراقية جنوب البلاد يوم الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة لم تعيق وصول الآلاف إلى ساحات التظاهر، كما انتشرت يافطات ضد الطائفية تنتقد أداء الحكومة والبرلمان وتطالب بالكشف عن الفاسدين. وكان رئيس الحكومة العراقي تعهد بإجراء إصلاحات والتحقيق مع عدد من وزراء الخدمات استجابة لبعض مطالب المتظاهرين الذين اشتكوا أيضا من التعتيم الإعلامي على تحركهم الشعبي في المحطات المحلية. سنتحدث أكثر عن هذه الحملة مع الناشط والأستاذ الجامعي ستار عواد، ينضم إلينا مباشرة من بغداد. ستار، السؤال الأول، هل توجيهات العبادي فعلا استجابت لكل المطالب أم هناك مرحلة مقبلة للمتظاهرين؟ نعم، صباح الخير. استيقظ العراقيون صباح هذا اليوم بحزمة من القرارات المهمة والتي يعتبرها العراقيون أنها بادرة أولية نتيجة تظاهراتهم التي شملت 7 أو 8 محافظات. هذه القرارات كان أهمها هي تقليص عدد الامتيازات وكذلك إلغاء مناصب رئاسة نواب رئاسة الجمهورية ونواب رئاسة الوزراء. المطالب التي قالها المتظاهرون في الأسابيع الماضية كانت تتركز على إقالة المفسدين وتقليص الامتيازات وتوفير الخدمات من الماء والكهرباء وغيرها. أعتقد أن العراقيون اليوم هم يشعرون أنهم حققوا إنجازا أوليا هي بحزمة هذه القرارات، لكننا نحن الناشطون المدنيون الذين تظاهرنا وكل العراقيون الذين تظاهروا سيراقبون هذه الامتيازات، سيراقبون هذه الإجراءات وسيأخذون موضع الرقيب لتنفيذ تلك. لربما ستقوم الحكومة بتخدير الشعب بهذه القرارات، لكننا سنكون على إذن وعين صاغية لمتابعة تلك القرارات وتنفيذها. اليوم يعني الحكومة أمام مسؤولية كبيرة. عفوا ستار، نعم. يعني أنت تعتبر هناك تشكيك بمدى فعالية أو تطبيق هذه التوجيهات من قبل الناشطين؟ نعم، رئيس الوزراء ختم بيانه قال أن هذه الحزمة من القرارات بحاجة إلى تصويت مجلس النواب. نحن نعرف أن الكتل المتنازعة والمتصارعة داخل مجلس النواب ربما لا تتفق على تنفيذ هذه القرارات، لذا الجماهير تحذر البرلمان وتقف مع رئيس الوزراء لتنفيذ تلك القرارات. لنا وقفات اليوم، لنا مساء وقفة تضامنا مع هذه القرارات ومطالبة النواب بالتصويت عليها، والجمعة المقبلة أيضا لدينا وقفة أخرى. نحن سنعمل على دور المراقب لتلك القرارات وتطبيقها، تمام. ولا نسمح لأي من النواب باستغفال الجماهير ووضع تخدير هذه القرارات لموضع التهاترات والمنابزات الحزبية. تمام ستار، كثيرون اشتكوا من العراقيين، اشتكوا على تويتر وفيسبوك من غياب التغطية الإعلامية في القنوات المحلية العراقية. هل مواقع التواصل سدت هذه الثغرة ولهذا انتشر هذا التحرك الشعبي؟ نعم، المظاهرات والتظاهرات في عموم العراق بدت ليس بتحريض من فضائية ولا بصحيفة ولا بحزب. التظاهرات قام بها شباب ناشطون مدنيون يشعرون بآلام الوطن، بنقص الخدمات، بالأمراض المستشرية عبر مواقع التواصل. لذا نحن نرى أن جميع المؤسسات الإعلامية في العراق هي أما تنتمي إلى الأحزاب وهذا يضر بمصلحتها إذا نقلت التظاهرات، أما هنالك قناة فضائية حكومية رسمية يسيطر عليها حزب الحاكم، وبالتالي هي لن تنقل التظاهرات مباشرة واكتفت بتقارير بسيطة. لذا أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الدور الأكبر في تحشيد المتظاهرين وبنشر المطالب. نحن نشكو من عدم دعم الفضائيات العراقية، سواء فضائية أو فضائيتين قليلة غير مشاهدة، لكننا نطالب الحكومة العراقية بدعم الفضائية العراقية الرسمية
لتغطية التظاهرات ونشر المطالب. تمام ستار. وسؤال عن ردود الأفعال حاليا على تويتر، انتشر وسم انقلاب العبادي فيما يرى بعض الناشطين بأن العبادي يحاول التخلص من ربما السيطرة الإيرانية في الشؤون العراقية، وآخرون يروا بأنه فقط صوري، يعني أنها تخلص إيراني بشكل فقط بالصورة وليس التطبيق. أنت كيف ترى ردود أفعال على مواقع التواصل؟ نعم، العبادي مكبل بحزبه وبكتلته وبمجلس الوزراء. العبادي ليس شخصا يحكم العراق بمفرده، العبادي جاء نتيجة توافقات ونتيجة تفاهمات وبرنامج حكومي اتفق عليه التحالف الوطني ومجلس الوزراء. لذا اليوم العبادي أمام فرصة تاريخية يستطيع تغيير البوصلة العراقية من الأسوأ إلى الأحسن من خلال الدعم الجماهيري ومن خلال دعم المرجعية الدينية التي لها ثقل جماهيري وثقل يعني اجتماعي كبير. اليوم الكرة في ملعب العبادي، يستطيع أن يتخذ جملة من القرارات، والشعب العراقي بجميع مكوناته مع السيد حيدر العبادي ومن خلال القيام ببعض الإصلاحات. وكما قلت لك أن الشعب سيكون مراقب لتلك القرارات ومدى تطبيقها، وسيكون على سنكون على حذر من أي مساس بتلك القرارات أو عدم تطبيقها. تمام، وسنتابع معك خلال الأيام طبعا المقبلة التحرك الشعبي في العراق. سأشكرك الناشط والأستاذ الجامعي ستار عواد، كنت معنا مباشرة من بغداد، وأنا أيضا سأختم بهذا الموضوع هذه الجولة من تغريدة الصباح. أعود وأذكركم للمزيد من الأخبار والتفاصيل بعناوين صفحاتنا على فيسبوك وعلى تويتر، وألتقيكم يوم غد بموضوع جديد. شكرا داليا ونبيلة. شكرا لك جزيلا.